ينقل الى كفاراتسخيليا، وضعية الستارت والانطلاقة، انطلق كفاراتسخيليا، دي خطيرة على مسؤوليتي، وصلت في الجانب الايسر الى ماريو روي اللي يلعب بالعرض لكفاراتسخيليا على مسؤوليتي، على مسؤوليتي، بقول لك دي خطيرة على مسؤوليتي، الجواب بيبان من عنوانه يا كفاراتسخيليا، هدف اول لنابولي يشعل المباراة، هدف اول لنابولي يشعل المباراة يا دي لاورنتيس. ينفجر ملعب دييغو ارماندو مارادونا. وضعية الستارت كانت روعة من كفاراتسخيليا اللي مررها الى ماريو روي، خد مكانه وسجل اول اهداف في المباراة. يا سلام يا سلام، لما اقول لك على مسؤوليتي تبقى على مسؤوليتي. يا ولد يا ماريو روي هرب من كوفي جيجي، اسكنها في الزاويه اليمنى، اول اهداف المباراه، 1 نابولي لا شيء تورينو، كفاراتسخيليا 1-0. وضربه ركنيه الان، لعبت الكرة، فيها خطورة، فيها خطورة، فيها خطورة، والتعادل السريع، الرد السريع من تورينو، أنطونيو سانابريا البديل الناجح، ها هو يسجل هدف باكورد، باكورد، يا سلام يا سلام على الهدف، هدف التعادل الآن في أرضية الملعب، يعود سريعا في المباراة، عاد سريعا في المباراة. شوف هنا الكرة، شوف هنا الكرة، ما حدش معاه خالص. وهنا هقولها لك باللغة الدرغة بتاعة الكرة، دبل كيك، دبل كيك من سانابريا، بيريت لا يستطيع أن يفعل فيها شيء وتسكن في شباكه عشان تبقى 1-1 لتشتعل المباراة من جديد. تشتعل المباراة من جديد.